And it's so cold. Like, I can't even see. Let's see. Oh my goodness. It is so, so cold. Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، اللهم جزه خير ما جزيت نبياً عن أمته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. That we will meet Allah one day. It might be today, tomorrow, or any other day, but it will happen. So we strive to do good deeds and stay away from anything that displeases Allah. يستحب الإكثار من ذكر الموت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أكثر من هادم الدنيا. For the first time, and your family and friend buried you. And walked away, leaving you alone in that grave. Imagine the first night in that grave. Imagine Munkar wa Nakir asking you the three questions that we all know. Who is your Lord? What is your religion? And what do you say about that man who was sent to you? We all know the answers. And we all know the answers. But the answers to those questions will not be based upon what we know or what we have memorized. It will be based upon our deeds and our actions. So be prepared for that day and for these questions. وَقُلْ قَلْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. أشهد وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا سيدي عبده ورسوله داعي إلى رضوانه وبلغ فيما يرضيك أمالنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون و
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Just a quick reminder for Weather is so much better today. Like it is so. The weather is so much better. It is so cool. Like it's so sunny and it's so cool. It's not even cold at all. That's how good the weather is. Finally home. Thermal socks. Like this is what I mean. These thermal socks. I got two of them. And it is quite convenient. Like,